وين طالع حضرتك؟ وين خطك؟ طالع على دوامي بجب الأحمر بسهل الغاب آخر على مشارف إدلب. طيب قديش تعرف تركب؟ قديش أخذوا منك؟ هلأ إجراءات السير بشكل عام بطلع من هون هي متعارف عليها التسعيرة، تسعيرة الدولة ب18,000، فكل سائق شكل. نحن ببلد كل مين إيده إله، يعني ما بعرف لا رقيب لا حسيب، هذا بده 20 وهذا بده 25 وهذا بده 30. هاي بس باصات من إلى مخصصات من الدولة، بغض النظر أنه على الموتورات أو شيء، برجع هذا الموتور بده 40,000 وهذا بده 50,000، يعني أنا بتكلفني نعمل أوصل لدوامي 100,000. يعطيك العافية. الله يعافيك يا هلا. قديش عم تاخذ مني مشغل الضمير؟ 5,000 يعني. ما في تعرفه ثابته؟ ما في قرار ما اخذ؟ احنا طلع لنا قرار ان كل 10 كيلو 1000 ليره قسوه بالبرامكي والمزي وشارع الثوره وهدول. نحن 47 كيلو 48 كيلو. حضرتك شوفير من دمشق لطرطوس؟ طرطوس دمشق. ايوه. قديش عم تاخذ تعرف تركوب من المواطنين؟ نحن تعرف الركوب 13.5. ما بتوفي معنا شو ما اشتغلنا، ضرب صغيرة على الصناعة بنحطهم. زيت أكل 10 أيام بدي زيت، يعني من أسبوع للعشر أيام بدي غيار زيت، غير زيتي 1,000,000 ليرة. كل الزيت اليوم عندنا 58,000 ما نغيره. الدولاب شو ما اشتغلنا بيقل لي على الدولار، جاز دولي بالآلي حقه 6,000,000، 5,500,000، 6,000,000، وبالإضافة للتصليح. يعني أقل تصليحة عندنا بالمليون، 1,000,000 لفوق، لا في شيء تحت 1,000,000.